يرافقانه كظله أينما حل وارتحل. لا يغيب ماسك عن نظرهما داخل مقار شركاته أو خارجها. توأم فارع القامة والبنيان، ملامحهما متأهبة طوال الوقت ويسمح لهما بحمل السلاح. يحظى أغنى رجل في العالم برفقتهما ولا يذهب لأي مكان دونهما لتأمين حمايته. بعد امتلاكه شركة تويتر لم يعد الملياردير الأمريكي يستغني عنهما حتى وإن كان ذاهباً لقضاء حاجته. لا يعرف الكثير عنهما إلا أنهما يخطفان الأضواء مع كل ظهور لهما بجوار ماسك. حارسان ضخمان وطويلان يشبهان البادي جاردز في أفلام هوليوود، هذا ما قاله موظفو تويتر عنهما. وبات من البديهي لجميع الموظفين أن ماسك لا يثق بهم، خاصة بعد قراره بإنهاء خدمات الآلاف منهم منذ استحواذه على الشركة قبل نهاية العام الماضي. صفقة شراء تويتر وتسريح الموظفين ربما كانا المنعطف الأخطر الذي يواجه ماسك، حتى أن الملياردير الأمريكي كتب على حسابه أن امتلاكه منصة تويتر ستقصر عمره الافتراضي، في إشارة منه للخطر الواقع عليه. ماسك قام أيضاً بتحديث وتوسيع النظام الأمني لمنزل الأسرة في جنوب أفريقيا بحراس مسلحين على مدار الساعة ووضع كاميرات للمراقبة، إضافة إلى سياج كهربائي حول المنزل. تفاصيل حياة أغنى رجل في العالم لا تغفل عنها أعين الصحافة، ولكن بعد تسريحه لآلاف الموظفين هل تصبح حياته بخطر؟ وهل يدفع ماسك ضريبة قراراته؟